أمامنا توكورا اللاعب النيجيري ودراسي هدف ثاني، هدف ثاني لمصلحة من؟ لصالح فريق فازداوي. فازداوي سجل عن طريق باريلا، خروج خطر بيليتش والفريق الروماني سجل هدف ثاني. شوفوا الإعادة من جديد في راسية، أخطأ حارس المرمى بيليتش وفاريلا يضع الكرة داخل الشباك. يعود فازداوي للتقدم من جديد بهدفين مقابل هدف واحد. إلى حد الآن ليتر متأهل.